إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا من الشهداء ثاني خليك كف ووقف من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم حسبك بارك الله فيك قرأت قوله تعالى
إن تضل إحديهما. وفي إن تضل الكسر فاز. أحسن، تبارك الله فيك. السؤال الثاني: اقرأ برواية ورش عن نافع بوجه توسط البدل من قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اقرأ من هذا الموضع برواية ورش. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. حسبك، بارك الله فيك. قرأت قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل برفع خذ. ماشي، أحسن. طيب، السؤال الثالث: اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو من قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. لا، ما في مشكلة في هذا القرآن، خلاص ما في مشكلة.
الله يفتح. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. حسبك بارك الله فيك. قرأت قوله تعالى وجعلنا لمهلكهم موعدا. لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عويلة. أحسنت بارك الله فيك. ما شاء الله. السؤال الأخير اقرأ من أول سورة الملك برواية الدوري عن السوسي. الدوري عن الكسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل تري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. حسبك بارك الله فيك. قرأت قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا سكونا ضم مع غيب تعلمون من رب. طيب أكمل من عندها 10 أبيات. معي بليا فسحقا سكونا ضم مع غيب تعلمون من رب معي بليا وأهلك ننجلا وضمهم في يزلقونك خالد ومن قبله فاكسر وحرك ريوان حلا ويخفى شفاء مالية ما هي فصل وسلطانية من دونها إن فتوصل ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا وسال بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز أو من واو نوياء نبدلا ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهادتهم بالجمع حفص تقبلا إلى نصب فضم محرك به علا كرام وقل ودا به الضم أعملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إن كم شرفا على وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي أنه لما بكسر صوى العلا حسن تبارك الله فيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.